ايه الفرق بين منتخب الشباب والمنتخب الكبير؟ المنتخب الشباب طبعا له مستقبل ان شاء الله وحلو ومتفول 14 ان شاء الله، والشباب الكبير بقى خد دوره وعمل عمل قد ما قدر يعمل وتمام ومية مية، والشباب بقى المستقبل الصغير بقى وربنا قويه. المنتخب الاولمبي في روح عشان هم الشباب الصغيره عايزه تعمل الاسم لنفسها، زي رمضان صبحي، صلاح محسن، مصطفى محمد، كل الناس عايزه تطلع، عايزه تبقى كلها محمد صلاح. منتخب الشباب عاوز يعمل انجاز ويثبت نفسه ويحقق ذاته وكده، فهو عنده حماس اكتر من منتخب الكبار، لكن بحس في لعب منتخب الكبار ان هم ما عندهمش حماس اصلا. منتخب الشباب تحس ان هم عندهم حماس اكتر من منتخب الكبار شويه، وعندهم تركيز، عايزين يطلعوا حاجه محترمه يعني بعد ما يبقوا يعدوا السن يعني. منتخب الشباب ماشي كويس قوي، وشوقي غريب عامل معاهم شغل كويس جدا. منتخب الاولمبي عيال شباب واليوم امل وعايزين يوصلوا، وبيوروا الناس الكبيره اللي مش قادره تلعب واخد بال حضرتك هم بيلعبوا ازاي. تفتكر منتخب الشباب هيحقق حاجه ما قدرش يحققها منتخب الكبار؟ ان شاء الله المنتخب دوت بالاخص مع شوقي غريب ان شاء الله بامر الله هيوصلوا، هياخدوا البطوله ديت وهيوصلوا الاولمبيات، يعملوا حاجه ان شاء الله. بامر الله حقق ان شاء الله، عشان من عند ربنا اكيد هيحقق نتائج المنتخب الكبير ما حققهاش، لان منتخب الشباب بيلعب بروح، ودي كفيله تخلي اي حد في كره القدم ينجح يعني، مش لازم تكتيك ومش لازم مدرب، لا هو فرقه عندها روح هتكسب. هيحقق وهياخد البطوله وهيوصل للاولمبياد طوكيو الاول الماتش الثاني وهياخد البطوله. هياخدوا الدوري باذن الله يعني، هيكسبوا باذن الله المرحله دي كلها يعني، حتى مرحله النص النهائي هيكسبوها باذن الله. ايه اللي بيميز اداء المنتخب الشباب عن المنتخب الكبار؟ على المهاريين بس، رمضان صبحي وحسين الشحات قبل ما يتصاب، الناس دي المهاره اكتر من اللي موجوده في المنتخب بتاع الشباب، اكتر من المهاره اللي موجوده في المنتخب الكبير. ان اللعيبه بتلعب بحماس، ان اللعيبه عندها حماس وهي بتلعب وكده وعايزه تثبت نفسها، اكيد اي لعيب صغير في السن عايز يثبت نفسه ويحقق انجاز لنفسه، لان البطوله دي انجاز للفريق كله ولاي لعيب فرديا يعني، فهم عايزين يحققوا اي حاجه، لكن المنتخب الكبير ما اعتقدش ان في الحته دي. هو اللي هم عايزين يطلعوا حاجه فبيعملوا اخرهم، بيجيبوا اخرهم في التمرين وكده عشان يطلعوا حاجه. ما فيش غرور اساسا يعني، الناس مش مغروره والناس بتلعب عشان الكوره.